اختتمت منافسات بطولة البحر المتوسط التاسع لرياضة صيد الأسماك من مارينا بحري ومارينا ميامي إلى نادي يخت الأسكندرية لإجراء عملية الوزن لأكبر أنواع الأسماك. جاءت تلك المنافسة بمشاركة 28 فريق من بينها 5 فرق لبطولة السيدات والأشبال تحت إشراف الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك. البطولة ديت بطولة شجعنا ان احنا نعملها بعد نجاح بطولة الجمهورية وبطولة كاس مصر اللي اتعملوا برضو الاثنين في اسكندرية. المرة دي عملناها بطولة مفتوحة عشان نقدر نجمع اكبر عدد من هواة صيد الاسماك، ده في اطار سياسة الاتحاد لتشجيع الصيد الرياضي ونشر ثقافة الصيد الرياضي والحفاظ على البيئة في البحرية سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر. نطلع تصقيف من نادي تبع الاتحاد المصري من نادي اليخت. طبعا البطولة بتبدأ من الساعة 6 الفجر للساعة 6 المغرب، وطبعا في فرق تانية بتشارك بأنواع صيد تانية زي ترولينج وجيجينج وكاستينج.